سائل يقول هل الإسلام يزيد وينقص كما أن الإيمان كذلك؟ الجواب نعم، كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الإسلام إطعام الطعام وصلة الأرحام الحديث، جاء عن عبد الله بن سلام، وجاء عن عبد الله بن عمر نحو هذا في تفاضل الإسلام. حديث عبد الله يا رسول الله ما الإسلام أو ما أفضل الإسلام؟ قال أن يسلم الناس، أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وعن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضل إيمان إلى قلبه لا تعيروا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أوشك الله أن يفضحه ولو في جوف رحله.